بسبب مقابضها التي أمسكتها ملكة بريطانيا الراحلة بيدها مراراً عند استخدامها. الملياردير الهندي يوهان بوناوالا يشتري سيارة إليزابيث الثانية من طراز رينج روفر زرقاء اللون مقابل 280 ألف دولار. صحيفة ذا تايمز البريطانية قالت في تقريرها إن الملياردير اهتم باقتناء هذه السيارة أيضاً بسبب تاريخها العريق، إذ كانت الملكة تقودها وزوجها الأمير الراحل فيليب دوق إدنبرا، وكذلك راكبها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل خلال زيارتهما لندن. كانت هذه فرصة نادرة جدا، لم أكن لأتركها لأنها ببساطة لا توجد سيارات كثيرة في العالم تتميز بأنها كانت تقل زعيمي دولتين وشريكيهما في وقت واحد وفي محيط أحد أهم القصور التاريخية في العالم، قلعت وينسور. بوناوالا الذي أصبحت عائلته من المليارديرات بفضل أعمالها في اللقاحات الطبية أكد أن السيارة ستظل في حال صالحة للعمل، وسيتم عرضها مع السيارات الملكية الأخرى التي حرص على اقتنائها أيضا على مدار السنوات الماضية.